صدمتها منذ 3 سنوات. جمعية الأصدقاء الشيعة تنظم بدعم من جماعة زيو ومندوبية الثقافة بالناظور أمسية الشعر والمديح. نستهلها بكلمة الجمعية يقدمها الشاعر محمد منابت. نمثلي الهيئات المنتخبة والمجتمع المدني لمدينة زايو، السادة والإخوة في وسائل الإعلام الإلكترونية، أيها الحضور الكريم، تتشرف جمعية أصدقاء الشعر بحضوركم في نسختها 3 من أمسية الشعر والمديح التي تنظمها بدعم من مندوبية الثقافة بالناظور وجماعة زايد، وهو موعد سنوي تضربه الجمعية لمحبي الكلمة الشعرية الراقية. والجمعية إذ تقدم فقرة الشعر والمديح فإنها تقدمها احتراماً لإنسانية الإنسان، واحتراماً لعاطفته وتفكيره، وصيانة لهما من كل إسفاف فني وابتذال تهريجي وعقم تسطيحي تحت شعار هذا ما يريده الناس. الناس بإنسانيتهم أرقى من الابتذال، ويستحقون من المبدع عملاً صحيحاً يحررهم من الوهم وعطالة الحس. وفي هذه الأجواء الرمضانية الروحانية يسرنا يا إخوة الكرام أن نقدم ما يغذي الروح ويقوي الإيمان ويحارب التعصب، ليكون الإنسان خليفة الله في أرضه بما يبني جمالها. الإخوة الكرام، الحضور الكرام، جمعية أصدقاء الشعر تشكر داعي هذا النشاط وهما مندوبية الثقافة بالناظور وجماعة زايو، وتشكر الشعراء أصدقاء الأعزاء والأصوات الغنائية الرائعة على تجشم مشقة السفر نحو مدينتنا. جرائد ومجلات وطنية وعربية أشارك في عدة مهرجانات وطنية. الشاعر المبدع الجميل جمال أزرغيت، يتفضل. المجاز. الصيحة المدفونة في ظلال الشجر، صيحة الأولى حين جئت الدنيا مفردا أحمل وهما بحجم خيمة الأنين. أجمل ما فيك الدمعة المطلة من شرفة عينيك كأنها نهر فاجأني في غمرة اليابان. الطريق إليك خطوات تلعثمت في أنقاض الحب، كيف أسير وقلبي وديعة تحرسها أناك. الكرسي الذي اعتليته هاويا أراحني من السير حافيا وسط أوطار ريح تلمع نياشين شعب تطارده لعنة الربيع. حمامة تحط على كتف الليل تتهجى نجوما يرسمها هديلها في كبد السماء. في وحدتي أقطفها نجمة نجمة، منها أصنع شمسا تتنهد في حوض الورد كما تتنهد النار
على وجنة غاويتي حين أصارحها بمقبرتي. النغمات المبتورة من سكون الليل ألهمتني إيقاعا يخطو على أناملي حين أمازح كلماتي على ضفاف البياض مشدودا إلى صور. ديوان هادب الصحر صدر سنة 2012 وديوان الحرف الثامن 2014 وعضو تحرير مجلة أوري آرت الثقافية، عضو نشيد في مجال الشعر وفي تتبعه الشاعر وإعلام تخيسي. لا يسرق خيسة أحلامه ومضى يقطع طرفها إن أتعبه، لكنه ولا ذليلا بكرة لما تترس بالإباء وأدبه، لما بكى لا للخراب وإنما لمواكب الشهداء تخطئ مركبه، مستعجل للموت قبل حياته، فكأنما عاش الخلود وجربه، يبكي يلملم صورة لأب قضى، يتلو بيان الموت منتصب الجبه، يبكي يقلب مصحفا وبكفه يمحو الثرى وضميره من أنبه، يبكي فتحسبه كبير عشيرة وهو الكبير حقيقة نحن الشبه، تتنافس الحور الحسان لحسنه وجمالها خلف السطور السعذبة، يطلب له زوجا صبيا بيداء لفظ الزواج إذا ذكرنا استغربه، شيخ صبي في الصبابة شابب عرف الجمال الحق حقا وانتبه، شيخ وقور في القماط وكلنا قد جاء يرجو في الكهولة منصبه، كان الوحيد يرد يتما بالقرى ومن الفتاة يرد قسوى المطربة، وانكشف العرى بات الورى يرجونه للمقربة. ومجموعة قصصية هي الإهانة، الشاعر القاص الناقد الذي نتشرف باستضافته أول مرة في زيرو سعيد عبيد، فليتفضل. ليلى بنت في النيف والعشرين، ليلى بنت في النيف والعشرين، بنت في النيف والعشرين، عيناها القمروان النجلوان براءة مريم من بهتان الفريسيين، تحت بريق جبين تفلي فضي والثغر حنو هلال العيد، من نهر النور توضأ ثم أتى ليطيب لأطيار العيد التغريد، وعلى الخدين تماوج ألحان سكرى تخجل نايات الحسون، سبحان الخالق من سواها لا أصباغ ولا بهرج من سقط متاعي ولا بهرج من سقط متاع الصين، سبحان الخالق من سواها لا أصباغ ولا بهرج من سقط متاع الصين، والضحكة إشراق النسرين يلمع في عيني تموز وفي آذار وفي تشهين، ويبرعم روحا وسلاما في رمضاء الحزن الرابض في أفئدة المكلومين المحرومين من كلمة بابا يلثغها ملك يتعثر ويقوم نحو أب بأبوته مفتون. ولليلى محفظة ولليلى محفظة فيها بضع شهادات عليا يسند علياها دبلوم، في الصدر جميعا منها طرز بالرسم البارز مرقون، ليلى جمعتها وهنا بعد سنين من العدو اللاهث خلف قطار العمر المجنون، كما يجمع محصول العام الفلاح المسكين، والأرض تدور وكما يأسى الفلاح المغدور
إذا بغته الريح بعصف موتور فذرى بيدره ذروا في أدغال الديجور. للعدل الأنعاش الصحة والإعلام التعتيم وبقايا ما كان يسمى يوما من أيام القرن الماضي بالتعليم. والأرض تدور الأرض تدور ولدى أبواب الأمل المسدود في وجه الفرح الموؤود تلقفها ظل مطوي مبهم يخفي خلف الظهر طرابينا شتى من ريحان ولفائف آس والوجه نحاس وحديد المرسيدس والمعطف مشتبهان وكلا الوجهين بلا لمعان ولعاب الصفقة تخرسه خبرة نخاس عن لغة الدفقان. 50 50 أنا لست بمصر. ماذا؟ مثلي تعمل في أول شهر يا عمي ب800. ماذا؟ مثلي تعمل في أول شهر يا عمي ب800. 60 السوق كساد يا بنتي أولست ترين حشود المعطوبين في قر الفاقة جوعى عريانين. كلا فشهادات المعجونة بالعرق وسعار الشهد المحموم يغرز في جفن الليل دبابيس القلق أهديها ألسنة النار فتمضغها أهون عندي من هذا التبخيس. 60 والعهد أن المستقبل جنات علاوات ونعيم. كلا صرخت ليلى وشياطين الهون الخرس تعبد في أحلام العمر اللألاءة في برج الجبار وتمرغها في أوحال سواد الوادي الحار. غيرك في طابور منتظرين والأرض تدور الأرض تدور. ومضت ليلى فاهتاج لعاب الظل المطوي المبهم وبدا نابانك قد قضت المقرور ومن خلف القفازين مخالب ذيب. عبر الهاتف وسوس في أذنيها ليلا وسط لهيب الأرق العاتي لتزيدي 75 إني يا بنتي في حرصي لأخاف عليك من الآتي فالآتي لو تدرين. طالما ترددت على منبر الجمعية قارئة للشعر يعبر مكتب المسيد الصاروي الأدبي بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية لوجدة لها مشاركات في عدة أنشطة ومنتقيات محلية ووطنية تنتظر صدور ديوانها الأول وجتان الشاعرة البتول معجوبة. يتصدع كل كيان الفرحة فيها فتقيم لخيبتها المأتم تنسجه في حجم الفشل الموشوم بذاكرة العمر تهيئ قافية التأبين ترددها الخيبة في قاع الحرمان. كانت ذكرانا تتلصص من خلف حجاب النسيان تخبره بمجيئي يتأهب كي يلقاني فردا إلا من عطر كنت نثرت شذاه على عشب محبتنا ذات مساء بارد فانسل يخاتل صاحبه كي يلقاني قبل ذبول الشمس ينبهني حتى لا أنسى أن الذكرى ماكرة تتقمص دور الفرحة ثم تواري البسمة خلف تلال الأحزان. أطوي الفرحة تحت ذراعي وأولي فالذكرى ما عادت تغريني. أطوي الفرحة تحت ذراعي وأولي فاللقيا ما عادت تغريني ما دام لقاء يحفر بئر نهايته فأسان. شكرا. الجميل شاعرة البتول محجوبي طالب مقيم بوجدة وعضو بنادي القراءة والكتابة بركان من الشباب الشاعر الواعد الذي تصنع جيل المستقبل الشعري الجهوي والمغربي الشاعر
مهداد عبد الإله. ربي أعد خطى كالماء بحداد الآن، أترك خلفي جسدا متدل من مشنقة الوقت كمنبت تصرعني طاحونة أوطان أعبرها بظلال طلح الراس بالقلب، أصرخ منتظرا نعرات الأبناء، أبحث عمن يملأ لي خفه بالماء تشرب من رمضاء. قدري أن أحيا ملكا يلبس حلته المسمومة والتاج حجارة سجيل والشعر على كتفها أطلال وبقايا أول حب وقبور تفهم أسرار لغاته. صرت كلاعب نرد أخسر كل ليالي الأنس وأرهن مقتنياتي وأبيع معلقتي، أشري الهجهوج وما عسف من الأنغام بمزال علني، أنتظر السعر الأدنى لأبيع زواياه. ها أنا ذا أتسكع في أرصفة الدنيا أشحد كي أجمع بعض فتاتي يسقط مما بعته. وعمرها 7 سنوات غنت للطورة، شاركت في عدة مهرجانات وسهرات داخل وجنة وخارجها كمهرجان القدس في الدار البيضاء وليالي السماع والمديح مدينة وجنة. صوت نحي نتشرف باستضافته لأول مرة في مدينة زايون، الفنانة أمان عبدة. قلبك حنين يا نبي وما فيش حنان على كوكبي، الشمس طلعت من الغروب لما بتزعل عصبي، قال لي النبي انا مش سعيد عصفوري ماتوا كان وليد، صلى عشان نورك عيتي كل عيد دمعك شهيد، من الحب ليه تستغربوا ومن الحقيقة بتهربوا، سيدنا النبي في بيت الصبي وكل ليلة بيلعبوا، نبع الفرح فاض من عينيه لما النبي صف الملائكة بين يديه، البحر تملاه الدموع ونادى المحبة الفروع، يا رسول حنان آخر الزمن تبكي الصحابة من الخشوع. سيسيرها صديق الشاعر جمال أزرغيت، له الميكروفون يستضيف شعراء هذه الجلسة. فضاء الجميل، بل أن نشكر جمعية أصدقاء الشعر على
هذه الأمسية الراقية التي تقيمها سنوياً بمدينة زايو والتي يؤمها شعراء من الجهة الشرقية لصحبة المديح وصحبة أجواء ربانية روحانية كبيرة. كذلك أشكر هذه الجمعية التي شرفتني بتقديم هذه الجلسة الثانية من هذه الأمسية والتي تتأثث بمجموعة من أصوات الشعرية الراقية التي توجد بهذه الجهة التي نعتز بالانتماء إليها. فأول صوت شعري بعد أن استمعنا إلى أصوات شعرية في الجلسة الأولى باللغة العربية الفصحى وإلى تلك الحنجرة الذهبية في إلقائها لذلك تلك الأنشودة، ننتقل إلى اللغة أخرى، اللغة التي نعتز بها هي اللغة الأمازيغية. يحضر معنا شاعر من مدينة الناظور وهو صوت شعري معروف بشعره القوي وبشعره النابع من تربة أرض الريف ومن تربة هذا الوطن الكبير. فهذا الشاعر هو دائما الحضور في المشهد أو في الحال أمسيات الشعرية المغربية سواء داخل الجهات الشرقية أو داخل المغرب، يسافر بأشعاره الأمازيغية لينسجها ضمن نسيج الشعر القوي المتين والشعر المغربي. إنه الشاعر عبد الرحيم فوزي ودواويه الشعرية وكذلك من خلال مشاركاته في المهرجانات عبر هذا الوطن، مهرجانات طبعا الشعرية. صدر له ديوان مقام الصدى: خوف فيك أبيض براق ووجد وأشجان وشوق ووحشة وقلب وريف للجنان يساق، هو الحب فيه العز كالذل طارة وحبك عز وحده وحبك محرابي وحبك قدوتي، فنحن على حب وذا الحب أرزاق، إذا نلته فالكون كلا ببعضه هباء وعشاق الهباء تباطوا. مساءكم شاعر، أزف إليكم تحيات جمعية المقهى الأدبي بوجدة التي تتمنى لكم كل التوفيق. سأقرأ نصا بعنوان مقام السراب: هل أتاك نداء الفؤاد الذي رق لك هائما راغبا في البهاء البهي الذي جملك، ووقوف النزيف اللاهث قرب صفا منهلك، ورباط المشوق الموله دون الحجاب الذي حجلك. هل أتاك هتاف الأسير الذي ضاحكا باكيا متعبا مرغما مغرما حجلك، وحديث السكون الصارخ إذ تشهد الأوجاع شجن أذبلك. يا زهور الربيع بربع من الحسن بالحسن مياسا ضل لك. يا حبيبي متى تصدق الرؤيا؟ تسجد الشمس والقمر المستنير يغازل سحر الفلك. أنا يوسف جبي عميق وأحزان انتثرت ليس يشعلها غير شرع الغياب الذي سلسلك. لم يقل أحد من رماك إلى الجب، في الحب من كبلك؟ من الذي عن شعاب التقى حولك؟ لم يقل إخوتي لن ننام على حسد الحاسدين
رعاة العناد السقوط الشدود الخفاء الجفاء الغياب العذاب العذاب الظلام الحلك لم يقل إخوتي لا ولن نخذلك يا حبيبي هاك عيوني وقلبي وروحي خذ الكل لك هات ما ليس يفنى إذا الذنب أفناك أو أهملك ودع الحلم يكمل دورته ليبوح بسر البلاء الذي أثقلك واهتف الآن واهتف الآن باسم العزيز لدى بابه سأقرب عليكم أهديه إلى روح شاعر طاهرة رحمه الله حديقة الشعر شاعر يزرع المسك يهدي النسائم عبر الأثير يزرع العشق درا فينمو وينمو وينمو ويخضر يونع يزهر ثم يهيم أوار الفؤاد شاعر ينشر النغمات الندية مؤذنة باشتعال النشيد شاعر ينثر الشعر منا وسلوى على ذوق وجداننا واللسان عشقه الأخضر يصطفيه والنخيل الملقح بين الربا يجتبيه والصحائف فوق الموائد بين الحدائق تعهده شاديا وسطها بالنشيد المرصع حتى السحر أح أح وحوحو ضريح كل شي تفضح البنت تحيح الولد ينفح فين الدين فين الوالدين فين اللي ينصح أح أح وحوحو ضريح كل شي تفضح البنت تحيح الولد ينفح فين الدين فين الوالدين فين اللي ينصح واش كان شي دجاجة في السوق تنطح شحال من حورية في الزناق يتصيح سلخوها قبل ما تذبح فصت تعال تذبح اح اح واحد في المكر يفنى انسان قرطاس يطيح وواحد يغني ويبرح في بارودو يطنح كل شي معاه يشطح وواحد ترشح اربح افرح بدي الناس تفضح وفي التالي تفضح اح أح واح واح واحد يذكر ويسبح في كتاب الله يوضح يبكي ويشرح قالوا له غير المح وواحد مريض مطحطح في خاطره مجرح غير نسو يبكي وينوح وشكون دموع يمسح أح أح واح واح والله رياح كل شيء تفضح وشكون يقول الصح وشكرا وشبابا طبعا وكهولا وشبابا الى يومنا هذا فاكيد ان في هذه الاماسي لابد ان نفتح المجال لمثل هذه الاقلام الشابه ولهذه الاصوات الشابه حتى تشارك وتشارك هذه الاصوات الاخرى ويكون لها حضور قوي مستقبلا طبعا ستبقى على عهد الشعر ذلك ما نتمناه لها لكي تصبح صوتا مع الزمن قادرا على النشيد قدما نحو الامام انه الطالب الوافد علينا بمدينه وجده الشاعر الشاب صدوق عبد الوهاب فليتفضل مشكور روما تعد اصابع الليل الحزين ولا تنام وتقول اشياء عن الموت الذي اخذ الاحبه من ذراعيها وانساها الحياه روما تعد لنفسها طقسا حزينا ماطرا بالذكريات ينسى حبيبته تقول ينساني ويدخل في الغياب كأنه ظل تلحف بالظلام كأنه شبح تخلص من صفات الآدمية كلها ومضى كما تمضي الضلال إلى الضلال ولم يعد أخذ الحقيقة من يدي أخذ اليتيمة للغدي ومضى كما تمضي الضلال ولم يعد ترك الحقيبة والحبيبة والطفولة في دمي
ترك الدموع بلا دموع، ترك البكاء على فمي ومضى كما تمضي الضلال إلى الضلال ولم يعد. إن تصف لهذا الشعر هي المديح والسماع. طبعا تتقدم فرقة السلام أمامكم بمعزوفات وبأداء سماع ومديح، وهذه الفرقة التي يقودها الفنان كمال السيد، فأتمنى لكم إنصاتا موسيقيا جميلا. سيكونون مع جمهور زايو في أمسية أبواب مفتوحة على صوت مهاضر الشباب يوم الثلاثاء المقبل. شكرا لكم، وأعلن ختام الأمسية وموعدنا مع أماسي شعرية بالغة وراقية في مستقبل الأيام. شكرا لكم.